حضرتك حسين زكي. في هذا برنامج اسمه حقق حلمك تحقق معنا. هذا البرنامج راح نسألك ثلاث أسئلة يوصلك في نهاية المطاف إذا جاوبت عليهم إجابة صحيحة إلى الفوز إحدى الجوائز الصندوق. السؤال الأول، خمس دول عربية غير الأردن: سوريا، العراق، الجزائر، مصر، تونس. مبروك، السؤال الأول نفذت منه. السؤال الثاني، ثلاث معالم سياحية أردنية ما شاء الله، اللي هو البتراء، وادي رم، العقبة. علي لي صوتك. وادي رم، العقبة، البتراء. مبروك، السؤال الأخير اللي بيأهلك للفوز بإحدى الجوائز: ابن العم بنزل بنت العم عن الفرس. ألف مبروك، فزت معنا الجائزة. اسحب جائزتك وبصوت عالي. دقيقة، اخلط. خليني افتح الصندوق. اسحب جائزتك وتحكيها بصوت عالي شو جائزتك مشان تكون امورك تمام. بسم الله. عروس مبروك مبروك مبروك، الف مبروك، ربحت معنا عروس. الف مبروك، جيبوا لنا العروس. الف مبروك الف مبروك، هاي المأذون تفضل. الف مبروك الف مبروك، ألف 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 مبروك. ألف مبروك ألف مبروك. تفضل تفضل، خلاص إجت إجت والله جابها. تفضلي عند عريسك، هويتك على السريع. حط عليه متقدم دينار وبتأخر 50,000. تفضل. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. حط إيدها بإيد عروستك. زغرتوا له، صار عريس عريس. زغرت وزغرت أنا؟ لا والله عريس، ترفع الراس. ما عقبنا لسه. الحلال والحرام. نعم. زوجتك الآن وين؟ زوجتك وين؟ استنى شوي، مش مصدق أنا. احنا حطينا متقدم دينار ومتاخر 20,000 دينار. لانه انا شايف الانسان مش سوي، يعني بتخاف باي لحظه يرمي اليمين. ليش الاولى بده يعد لنا 100؟ اجار العقد فقط ما غير 150. انا شايف الشباب مش فرحانين لك. ما بحكيش يعني تخسر العروس مشان 150 ليره؟ ما بحكيش. ما اجيب لك 100. ما بدنا منك شيء. ما معكيش، ما معك 150 ليره، كيف بتصير انت ابو عيله؟ استنى شوي. ما معه بقول لك. طيب اعمل الكاميرا الخفية.